معنا الأخ عمر من سوريا يسأل عن حديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة، ما المقصود بهذا الحديث وهذه الفرقة من هي؟ بالنسبة للحديث لم تأتي منه رواية واحدة صحيحة بذاتها، فليس صحيحا لذاته، وإنما صححه أهل العلم بكثرة شواهده وطرقه ومتابعاته، وهذه الشواهد يصحح بها أصل الحديث ولكن لا تصحح بها أطرافه. فلذلك نقول نعم، افتراق اليهود إلى 71 فرقة، وافتراق النصارى إلى 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، هذا القدر من الحديث صحيح، نعم، وهو يدل على أن هذه الأمة ستكون أكثر من اليهود والنصارى، وأيضا أكثر إعمالا لعقولها وأكثر تحررا لأن البعض عاب بهذا الحديث أننا هل نحن أسوأ من اليهود والنصارى؟ لا لا، هو هذه يدلنا على أننا أكثر منهم اجتهادا وأكثر إعمالا للعقول وأوسع رحابة في العلم. هذا مع الطعن بزيادة كلها في النار، ما زيادة كلها في النار إلا واحدة، وطعن وزيادة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وزيادة كلها في الجنة إلا واحدة، كلها غير صحيحة. نعم، إذا ستفترق إلى 73، أغلبها يدخل الجنة إن شاء الله. إن شاء الله، هذه الفرق لا تبعث. التصور الصحيح أن يقال لهذا الأخ ولغيره: لا تظنن أنك بمجرد أن تكون من الفرقة الفلانية أنك تدخل الجنة بذلك. فكل إنسان يحاسب وحده يوم القيامة، لا على أساس فرقته ولا مذهبه ولا طائفته. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فالبعث والحساب فردي،